السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الجزء الثاني من المحاضرة الثانية. تمام، احنا قلنا الشابتر ده كله بيتكلم عن الدوب سيمي كوندكتور، يعني السيمي كوندكتور بعد ما احط له امبيوريتيز ايه اللي بيحصل. تمام، في ممكن اصلا في الدوب سيمي كوندكتور ده نوعين، حاجة اسمها ديجنريت وحاجة اسمها نون ديجنريت سيمي كوندكتور. طب ده من اسمه بيعبر عن ايه؟ ديجنريت يعني كريم. طيب يبقى الديجنريت سيمي كوندكتور هو السيمي كوندكتور اللي فيه كونسنتريشن بتاع الامبيورتيز بتاعته عالي جدا. تمام، ونون ديجنريت العكس اللي هو كونسنتريشن بتاع السيمي بتاع الدو الامبيورتيز بتاعته قليل، بتسمى في الحاله نون ديجنريت لايتلي دوبت، الحاله الديجنريت هايلي هيفلي دوبت. تمام، طيب نمبر نوتيشن هناخده بعد كده، ان ال ان توتال نمبر اوف دونرز او توتال نمبر اوف دونرز بيساوي ال ان دي ان كابيتال دي ولان ايه اسمه ان كابيتال اي. تمام، زي ما استنتجنا من المعادلات، زي ما استنتجنا من الاشكال اللي فاتت دي كلها الثلاثه دول، ان الديستريبيوشن بتاع الكاريرز في سواء في الانترنس كريتيريا او الان تايب او البي تايب. تمام، بيبقى نتيجه ضرب المعادلتين اللي هو جي سي في الاي فيرمي، وطلع الشكل ده. تمام، وزي ما قلت في الفيديو اللي قبليه اللي قبل ده على طول، ان انا لو عايز اعرف عدد الالكترونز في دلتا اي معينه، بكامل اللي طلع ده في الدلتا اي بتاعتي دي. تمام، لو عايز اعرف عدد الالكترونز، كل عدد الالكترونز اللي موجوده في الكوندكشن باند كلها، او كل عدد الهولز موجوده في الفالنس باند كلها، هعمل ايه؟ هكامل المعادله اللي طلعت دي من اي كوندكشن لحد ما لا نهايه. طب هل بالمنطق كده في حاجه اسمها اي ما لا نهايه؟ لا، ما فيش حاجه اسمها اي ما لا نهايه، بس انا هنا مجازا هعتبرها ما لا نهايه، لان انا عندي الكيرف ده بقى اكسبوننشال، في اكسبوننشال ديكينج يعني، فبالتالي الكلام ده المجموع التكاملات اللي هنا دي هتبقى حاجه بسيطه جدا، لما اتفقها ممكن ملهاش يعني، وفي حين ان انا لما اعتبر ان الاي دي ما لا نهايه هيسهل لي جدا التكامل بتاع المعادله. طيب المعادله دي اللي انا بقول عليها ايه؟ من اي كوندكشن للاي توب اللي هي هنعتبرها ما لا نهايه زي الدكتور هنا اهو. تمام، هضرب المعادلتين دول بتوعي في بعض، الفريم فانكشن والديستريبيوشن ودنستي ولا ايه في دي اي، وهكامل هيطلع لي المعادله دي، لان بيساوي ال ان سي اي الاكسبوننشال قدامي. طيب ال ان سي ده ثابت، ما بيعتمدش على حاجه غير حاجه واحده بس، هي درجه الحراره. طيب نفس الكلام بالظبط في الاكسبتور ماتيريال، في البي تايب يعني، وبرضه السبب ده الوحيد اللي معتمد على درجة الحرارة بس. هنا عندي فرق بين ان في هنا الموبيلتي بتاعت الهوز، وهنا ال ان سي الموبيلتي بتاعت الالكترونز، سوري مش موبيلتي، الافكتيف ماس. تمام، طيب من المعادلات اللي فاتت دي هي بالظبط، عظم حصل جدا ان انا لو ضربت المعادلتين اللي في بعض هيطلع لي الناتج بتاعهم ثابت، اللي هو ان اي سكوير ده. تمام، الناتج ده عبارة عن ايه؟ لو ده ثابت في ثابت في اس ماينس اي جي على 2 كي دي. طب اي جي ده عندي ثابت، يبقى ال ان اي دي كلها ثابت، وهو هو الانترنسك سيمي كوندكتور، سواء كان الكاريرز يعني، سواء كان الكترونز او سواء كان هولز. تمام، السلايد رقم 25 ده متأخر عن السلايد 26، يعني 26 اهو. حقيقة يعني معروفة جدا في الانترنسك سيمي كوندكتور ماتيريال، ان انا عندي نمبر اوف هولز بيساوي نمبر اوف الكترونز. طيب من المعادلتين اللي انا صدقتهم دول هساويهم ببعض في حالة الانترنسك ماتيريال. تمام، طب ليه؟ عشان اجيب الفيرمي ليفل اللي في النص ده. طيب لما اساوي المعادلتين دول ببعض هيطلع لي الاي اي اللي هو الفيرمي ليفل، فيرمي انرجي ليفل في حالة الانترنسك ماتيريال، بيساوي تطلع بالمعادلة دي. تمام، لما اجي اختصر الكلام ده كله مع بعضه هيطلع لي لين الافكت ماس بتاعت الهول على الافكت ماس بتاعت الالكترونز. الترم ده صغير جدا جدا جدا، بحيث ان هو ممكن يكون صفر، فانا ممكن في حاله الانترنسك ماتيريال بس احمله، لكن في حاله الاكسترنسك ماتيريال انا مش هحمله. تمام، وده اللي بيبان لي في المعادله دي، ان انا هنا ما اقدرش اساوي ال ان بالمية واحد، لان ال اي مش بتساوي ان، فانا هستنتج الاي فيرمي بتاع الجديد بتاع الاكسترنسك ماتيريال ازاي. انا عندي دلوقتي ده النمبر في الالكترونز اللي موجود، وده النمبر في الانترنسك ماتيريال،
ممكن استنتج دلوقتي عايز اشيل ده من هنا واحط مكان ال n id عشان يظهر لي ال اي فيرم الجديد اللي في النص كفانكشن. الاي فيرم ده جديد كفانكشن في الاي فيرم اللي في القديم يعني اللي هو بتاع الانترنسك ماتيريال. تمام، بشكل بسيط جدا هقسم على الترم ده في الطرفين، فهيطلع لي ان سي بيساوي ان اي في الاكسبونشال ده. هعوض ان سي، هعوض المعادله دي فوق هنا وتاني هضرب الاثنين دول في بعض، هيطلع لي ان بيساوي ان اي يقص اي فيرمي ناقص اي اي. تاني هستنتج الاي فيرمي الجديد ده بتاع الاكسترنسك ماتيريال. تمام، هيبقى فانكشن في الاي فيرمي القديم في الفيرمي بتاع الانترنسك ماتيريال والكونسنتريشن بتاع الالكترونز الجديد. نفس الكلام بالظبط هيتقال في حالة الهولز، وده مثال عندي في درجة حرارة 300 اللي عايز الاي فيرمي اللي عند الكونسنتريشن 10 اس 17. اهوت المعادلة طبيعية بسيط جدا وهيطلع الناتج، وزي ما احنا شايفين اهو الفرق، الفرق الجديد ده واضح جدا، ده يعني ده 4 من 10 وده 5 من 10، فالمجموع اكيد هيبقى كبير جدا بعكس الحالة دي يعني. زي ما قلنا في اول الفيديو اللي فات خالص ان انا عندي ان كل ذره امبيورتي جديده سواء دونر او اكسبتور بتتحول ل ايون، بعد سواء بتسيب الكترون او بتاخد الكترون جديد ايون موجب او ايون سالب. تمام، يبقى انا كل الكترون بيخش ذره الامبيورتي دي او بيطلع منها بيتولد لي عنه ايون. تمام، وانا عندي حقيقه ككهربائي عموما يعني ان انا عندي مجموع الشحنات اللي في اي ماده يساوي صفر طالما ما دخلهاش حاجه من بره. تمام، طيب الشحنات اللي عندي ايه؟ هي هولز والكترونز وايون ايون موجب وايون سالب. تمام، طيب الايون موجب وايون سالب دي اللي هي عدد الذرات اللي اتقانت من الامبيوريتي الجديده. تمام، طب في حاله الكومبليت ايونيزيشن اللي بيحصل ان عدد الذرات دي يساوي عدد الذرات كلها اللي هو ال ان دي، عدد الاويات دي بيساوي عدد الذرات ال ان دي كلها، ونفس الكلام في حاله الاكسبتور. تمام، لو حطيت لو شلت ال n بلس وال n ماينس دي حطيت كان ال n دي ال n دي ال n ايه. تمام، في المعادلة دي عوضت عن ال p ب n i سكويرد على n. تمام، هيطلع لي معادلة كوادراتيك دي. لما اجي احل المعادلة دي هيطلع لي حلين، الحل الاول اللي هو قدامي ده، الحل التاني اللي هو ده بس بالماينس، بس هأهمل حل الماينس ده لان حل الماينس ده هيطلع لي n بالسالب ومفيش حاجة اسمها n بالسالب. تمام، نفس الكلام بالظبط لو جيت عرض. لو جيت شلت لو عكست يعني حطيت البي هنا والان هنا وعوضت في المعادله دي هيطلع لي المعادله الصغيره اللي عندي تحت دي بتاعت البي تايب. تمام، زي ما قلنا احنا في حاله في حاله اكسترنسك ماتيريال الاي فيرمي اللي عندي اللي ظهر لي ده الاي فيرمي الجديد ده بيبقى فانكشن في حاجتين، الاي فيرمي القديم الاي اي وال كونسنتريشن، وده اللي ظهر لي في المعادله اللي احنا استنتجناها من هنا دي. تمام، طيب لما لو جيت قسمت الشكل ده هيطلع لي ان ان كل ما زيد كل ما زود الكونسنتريشن بتاع الماتيريال. تمام، في حاله الاكسبتور الاي فيرم بيقل وده شكل منطقي جدا، في حاله برضو الكونكشن بيزيد وده منطقي برضو. تمام، احنا هنا زي ما قلنا درجة الحرارة طبعا بتختلف معانا، بتفرق معانا في حاجات كتير جدا، فمنها الرسمة اللي قدامي دي بتقول ايه؟ ان انا عندي تلاتة مود في الحالة في تغيرات الحرارة بالنسبة لإيه؟ يعني عندي على الإكس أكسس درجة الحرارة، على الواي أكسس نسبة الإلكترونز اللي في الكونكشن باد بالنسبة للدونرز. تمام؟ طيب الحالة في حالة صغيرة جدا دي، في حالة ذرة صغيرة جدا دي بيبقى عدد في حالة زيرو، طبعا احنا عارفين ان مفيش ولا الكترون في ايه في الكوندكشن باند، فبالتالي النسبة دي بصفر في حالة زيرو، النسبة دي بصفر. طيب كل ما زود درجة الحرارة كل ما هيطلع عدد كبير، عدد اكبر يعني عدد من الاي دونرز هنا للاي كوندكشن. تمام، وعدد صغير جدا من الايفيلنس. تمام، اللي هي الفتره دي. تمام، في حاله بقى درجه حراره متوسطه شويه بيطلع تقريبا كل الاي دونرز، كل الالكترونز اللي في الدونرز بتاعي في الكوندكشن باند، وبيطلع جزء بسيط جدا برضو من اللي موجودين في الفيلنس باند.
بس طبعا بيبقى الجزء ده اكبر كتير كبير جدا، فبالتالي النسبة دي تبقى تقريبا واحد. تمام، دكتور قال هي بتزيد بس بشكل بسيط جدا من غير ملحظة يعني. تمام، في الحالة التالتة بقى اللي عندي دي في الكيرف اللي هو الغابق ده، لما درجة الحرارة بتزيد جدا، تمام، فبالتالي العدد أكتر من الإلكترونز اللي في الفالنس باند بيطلع في الكوندكشن باند، فبيبقى الكيرف بشكل بتاعي ده. وأنا بقى لما باجي أدرس حالة بدرسها بدرس يعني بدرس في حالة الإكسترنسك، بدرسها في الحالة في الحتة دي بالظبط، فبيبقى عندي الـ n على دي بيساوي 1. تمام، طيب ده الكيرف ده خاص بس بحالة الاكسترنسك. طب لو بحالة الاكسترنسك، لو عايز كيرف تاني بيخاص بحالة الانترنسك بيبقى بالشكل ده، بيبدأ من أول هنا يعني، بيبدأ من أول درجة حرارة تقريبا 400 كلفن، هي درجة حرارة عندنا تقريبا أو أزيد سنة. تمام، ويبدأ بعد كده يطلع اكسبوننشالي نسبة بين ال ان اي وعلى ال ان دي. تمام، بعد كده الفيديو التاني في كام سؤال كده انا ما حلتهمش الصراحة، بس لو حد حلهم يعني يخليه يشير مع الناس. شكرا.